هوية بريس نحو إعلام هادف. الرحمن الرحيم، نخرج اليوم في هذه المسيرة الوطنية الشعبية الكبيرة في رسائل ثلاثية. أولا مع طوفان الأقصى المبارك في الذكرى السنوية الأولى، وما تزال معركة متواصلة، نحن في قلب معركة طوفان الأقصى المبارك. الشعر الثاني حتى تحرير فلسطين وإسقاط التطبيع. العنوان الثالث إدانة لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وشعوب الأمة. هذه الثلاثية التي تؤطر هذه المسيرة وكل وقفات وفعاليات الشعب المغربي طيلة عام ما تزال متواصلة مع الطوفان المبارك الذي حقق به الشعب الفلسطيني نقطة التحول الكبرى بأن أعاد القضية الفلسطينية إلى مربعها الأصلي ضد الاحتلال الصهيوني المدعوم أمريكيا وغربيا. معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية إلى رأس قضايا الدول، إلى رأس قضايا العالمية. نحن اليوم في محطة اختبارية للدول والأنظمة. أنتم اليوم باستمرار التطبيع تدعمون الشعب، تدعمون الكيان الصهيوني في إبادته للشعب الفلسطيني. التطبيع مطلوب إسقاطه فورا. الشعب المغربي أسقط التطبيع، لم يوافق عليه أصلا. المطلوب من الموقف الرسمي أن يغلق مكسب الاتصال ويطرد مكسب الاتصال، خاصة وأن مكسب الاتصال الصهيوني في المغرب يهين الدولة مرارا ويهين الشعب المغربي. نتذكر أنه في نفس هذه المسيرة في 15 أكتوبر الماضي 2023 لما خرجنا في أسبوع فقط بعد معركة طوفان الأقصى، قال أن حسن كعيبة أن نطقم الخارج الإسرائيلي أننا لسنا بشرا، يعني نحن حيوانات، ثم جيء به ليكون نائبا مدير مكتب الاتصال في الرباط. هذه سبة وشتيمة عظيمة بحق المغاربة. نقول ناصر بوريطة، كيف لك أن تقبل ليس فقط بالتطبيع وهو المدان، أن تقبل بأن يكون كعيبة مديرا لمكتب الاتصال أو نائبا لمدير وهو الذي شتم المغاربة حتى بالمنطقة الدبلوماسية؟ بوريطة، هل تقبل بمن شتم المغاربة؟ إذن أنت يا بوريطة لا تمثل المغاربة طالما تقبل بحسن كعيبة الذي قال على المغاربة حيوانات. فإذا نحن إزاء مهزلة ومقصلة للكرامة والإرادة وقضايا الوطن التي أريد أن يمر منها التطبيع. قضية الصحراء نموذجا، الصحراء طاهرة مقدسة على إجماع وطني، لا يمكن نقبل أن تكون هي حصن طروادة لتمر التطبيع والإهانة والصهينة. هذه عناوين المسيرة وستبقى المسيرات. هذا فقط عنوان ذكرى أكتوبر، ونحن نعيش تحت القصف هذه الليلة وهذه اللحظة في بيروت وفي غزة بالأمس. فإذا المعركة متواصلة والطوفان متواصل حتى تحرر فلسطين وتحرير لبنان وإسقاط التطبيع، وفاء للشهداء وفاء للمقاومة. هوية بريس نحو إعلام هادف.